وحول هذا الموضوع ينضمون إلينا الدكتور زمن الخفاف الطبيب العام ومعنا من بغداد، وأيضا الدكتور علي أبو طحين عضو فريق تعزيز الصحة في وزارة الصحة معنا عبر سكايب من كربلاء. أهلا بضيفي الكريمين، وأبدأ معك دكتور زمن والحديث عن أوميكرون، هذا الرعب والبعبع الذي أخاف العالم اليوم بسرعة انتشاره، ولكن كما يقول المتخصصون إن أعراضه لا ترتقي لقسوة أعراض سلالات أخرى. نعم، اهلا وسهلا، تحيه طيبه. طبعا انا يعني جاي زياره حاليا من بريطانيا، وبريطانيا حاليا ما تزال تشهد اعداد كبيره من الاصابات في هذه الفتره، يعني ربما اصاباتها تفوق العراق. المشكله مع الاوميكرون هي مشكله سرعه الانتشار، ولكن مثل ما حضرتك ذكرت انه التاثيرات للشخص الواحد تاثيرات اقل، ولكن لما نجي للجموع ونتيجه سرعه الانتشار عدد الاصابات الهائل، وحتى لو كانت نسبة المضاعفات بسيطة، هذه النسبة راح تكون تتمثل بأعداد كبيرة نتيجة سرعة الانتشار. فهي هذه المخاوف من الانتشار الواسع، ولذلك يأتي اللقاح فاعلا بهذا الموضوع في تقليل ليس حدة يعني مسألة الانتشار، مع أنه يقلل الانتشار صحيح لا يصل إلى الصفر، ولكن الأعراض تقل ودخول المستشفيات تقل عند الملقحين، وهذا هو الهدف الرئيسي، أنه إحنا الشخص إذا تمت إصابته أن إصابته تكون طفيفة، وهذا ما يحصل بين الملقحين. نعم، أجدد تحية ثانية بك دكتور زمن، وأيضا التحية للدكتور علي. دكتور علي، أوجه سؤال لحضرتك، إذ ما أردنا أن نستعلم عن الأعداد للمصابين، فبحسب وسائل إعلام محلية فيدهوك 5 وأكثر من ذلك في بغداد، وأيضا وزارة الصحة تجدد تحذيرها من تفشي أوميكرون، ولربما هذه الأعداد تتزايد، يعني برأيك هل هذه الأعداد بداية حقيقية، وأيضا هل أنتم مستعدون لمواجهة أوميكرون؟ مساء الخير، تحياتنا لحضراتكم والضيف العزيز الأخ العزيز دكتور زمن. يعني وصول متحرمات أوميكرون متوقع جدا للعراق، ممكن يكون وصل قبل هذه بأيام. الآن سجل انتشر في أغلب بلدان العالم، انتشر هو ميزة أنه سريع انتشار، ولم تستطع دولة يعني أن تقف ضده وتغلق الحدود، ولهذا يعني اليوم بدأت إجراءات الغلق ومنع السفر، يعني أصبحت خارج يعني ليست ذات أهمية كبيرة، لأنه المتحور وصل في أغلب دول العالم، لازم نسيطر عليه داخليا من خلال الوقاية، التباعد المجتمعي، ارتداء الكمامة، والأهم اليوم اللقاح. اللقاح شيء أساسي مثل ما ذكرتم وذكر الزميل العزيز في تقليل حدة الإصابة وشدة الإصابة واحتمالية الوفاة لا سمح الله، وبالخصوص لدى الفئات المعرضة للخطورة، كبار السن وذوي الأمراض المزمنة. يعني لو تلاحظون يعني صراحة أرقام غير مسبوقة سجلت في العالم، يعني خلال يومين سابقين أكثر من 2 مليون إصابة، يوم أمس أكثر من 1,500,000 إصابة في يوم واحد، هذا رقم غير مسبوق صراحة يسجل في عموم العالم، والحمد لله أنه الوفيات قياسا لاعداد الاصابات غير كبيره، لكنه شده الاصابه عدد الاصابات راح يؤدي الى زخم كبير على الاسره، على يعني الادويه، على المؤسسات. يعني هذه نقطه ايضا اريد ان اتحدث بها مع الدكتور زمن. دكتور زمن، يعني هناك من يقول بان هاله كبيره رسمت حول المتحور أوميكرون، يعني لماذا هذا التخوف الكبير ما دام أنه لا يسبب تلك الأعراض الكبيرة والضرر الكبير على الرئة، رئة الإنسان، كما باقي السلالات؟ لماذا لا يتم التعامل معه كحاله حال الإنفلونزا على سبيل المثال؟ مو هي المشكلة بالأعداد المصابة، يعني إحنا مثلا إذا فرضنا أنه ضمن دولة معينة، وهذه أرقام للتمثيل والتشبيه، ماذا أذكر أرقام إحصائية لأن إحنا الإحصائيات عندنا ضعيفة بالعراق، مسألة أنه إذا كانت الإصابات اللي نتجت من المتحورات السابقة كانت مثلا 2 مليون إصابة بالعراق، فهنا ممكن تؤدينا إلى 20 مليون إصابة أو أكثر، فهنا زيادة الأعداد هي المشكلة. صحيح طبعا، أنت الإنفلونزا اليوم السادس من كانون الثاني، يعني 6 جانوار، يعني كم تعتقد عدد الإصابات بالإنفلونزا في العالم؟ ربما يفوق الأوميكرون أو حتى كورونا بشكل عام.
هي ممكن، بس أولا مسألة التأثير والانتشار، سرعة الانتشار للإنفلونزا أقل بكثير جدا مقارنة مع الكورونا. هذه الآراء ظهرت في بداية انتشار الكوفيد 19 أنه الإصابات بالإنفلونزا أكثر، لكن عندما اتضحت الصورة أكبر وسرعة الانتشار ومن وصلت إلى قمم الإصابات، لا، إصابات الكورونا أو الكوفيد 19 أكثر بكثير على مستوى العالم، وما تزال تنتشر وما تزال الأعداد تزيد، وكل فترة تظهر قمة أعلى من القمة السابقة. فهي المشكلة في زيادة الأعداد والمخافة من أن يتعطل النظام الصحي، يعني أنه أنت في دول تتوجه الإمكانيات الصحية نحو مقاومة الكورونا ومضاعفات الكورونا، زين ماذا يحل بباقي الأمراض؟ مرضى باقي الأمراض أيضا راح يحتاجون عناية. فالمشكلة تصبح أنه موازنة الموارد البشرية والموارد والإمكانيات الصحية في تلك الدولة وتوجيهها بالاتجاه الصحيح، فهذا تقوم تأخذ من ضمن جهد وفعالية الجهاز الطبي في تلك الدولة ومن ضمنها العراق. فيعني إذا أخذت من وقت وجهود الأطباء في العراق راح تصير مشكلة، لأنه سيتم سحبها من باقي الأمراض وباقي الفعاليات الصحية. نعم، طيب دكتور علي، الكل يقول الوقاية خير من العلاج، ولكن نحن للأسف لا وقاية ولا خطط احترازية ولا حتى التزام. أريد أذكر حضرتك باحتفالات عيد رأس السنة، يمكن حضرتك لاحظت أنه هنالك اكتظاظ بساحة الاحتفال للمواطنين، شنو الحل برأيك؟ يعني بصراحة الحل بالوقاية، للأسف مواطنين غير مكترثين، يعني إحنا إلا يعني الضحايا بالمئات ويكون الوفيات تزداد، يلا ذاك الوقت المواطن العراقي يتعرض ويبدي يرتدي الكمامة أو يصير الإقبال على اللقاح. يعني إحنا نشوف حتى موضوع اللقاح اليوم فرصة ذهبية لأخذ اللقاح، لأنه الفيروس بعد ما وصلنا الذروة، فحتى نقدر نفعل يعني الحماية والوقاية والمناعة تتعزز. بس نشوف شفنا يعني بعض المراجعين واخواننا وزملائنا يعني تحدثوا مع نفس الاحمر، ملاحظه انه قسم يعني من ينصاب اخوه او جيرانه او احد وياه بالبيت يلا يجي يلقح، وبعدين يقول لقحت وصار بي. هو يعني هذا احنا ما عندنا حس وقائي ونظر البعيد، نحتاج الدوله يعني صراحه خارج اراده وزاره الصحه. طب على ذكر اللقاح سيد علي، كم عدد العراقيين الذين اخذوا اللقاح حتى اليوم؟ يعني ما مسجل في يعني اقصاء وزاره الصحه اكثر من 2 ملايين شخص اخذ اللقاح، ما يشكل يعني من حدود 30 مليون فئه مستهدفه تقريبا مع السنه وفوق، يعني نسبتها تقريبا 30%، حدود اقل من 30%، يعني العدد غير كبير. ونشوف الاعداد انخفضت بالايام الاخيره، مثل ما قلنا من قلت الاعداد قل الاقبال على اللقاح، من يشتد تزداد الاعداد ذاك الوقت يلا المواطن العراقي للاسف يعني يكون يقبل على اللقاح. فبالعكس احنا اليوم هاي فرصة ذهبية قبل ما تشتد الأزمة والموجة تزداد، ونحن مقبلين على موجة، يعني توقعات الخبراء كل الدول تفقتنا ونحن سائرون بعدهم راح ترتفع الأعداد. فاليوم فرصة ذهبية لأخذ اللقاح حتى نعززنا، لا سمح الله إن حدثت الإصابة فلن تكون شديدة، ممكن أنه إصابة بسيطة مثل ما ذكرتوا الإنفلونزا. يعني أحب أضيف على موضوع الإنفلونزا، الوفيات مالتها 10 أو أقل من 10 الوفيات بفيروس كورونا، وهنا الخطر. الوفيات مع كورونا هي أكثر من الإنفلونزا. الإنفلونزا لها علاجات ولها لقاح سابق، يعني فكانت الاستعداد لها أكثر، يعني أكو التعامل معها متمكن، بينما الكورونا من إجت لا العلاج موجود ولا اللقاح موجود، واليوم الحمد لله اللقاحات توفرت وبعض العلاجات أثبتت جدارتها، لكنها لم تتوفر في عموم العالم وما تزال مكلفة. فمن المحتمل انه الكورونا يتحول الى يعني فيروس موسمي، نتامل ممكن بالمستقبل يكون فيروس موسمي له لقاح مثل الانفلونزا، او هو يتلاشى وتقل اصاباته ويصير مناعه يعني يصير ضعيف يضعف الفيروس وينتهي، نتامل انه في فتره قريبه ان شاء الله. نعم، طيب دكتور زمن، الحديث الشعبي يدور حول اعراض اوميكرون، والعرض الاساسي هو انه فقدان السيطره على المشي بسبب الم اسفل الظهر او بالعمود الفقري، ما مدى حقيقه ذلك؟ وهل من الممكن ان يؤدي ذلك الى الشلل مثلا؟ لا، يعني هي الأعراض كلها تتوافق مع الأعراض السابقة لكل المتحورات، يعني هو الكوفيد 19 ما يزال هو المرض المكون بسبب الكورونا فيروس.
فالأعراض مشابهة للسابق، بالعكس نسبة الناس الذين لا تظهر عليهم أعراض أكبر، وهنا يتمثل الخطر أنه احتمال شخص لا ليس لديها أعراض وينقل الإصابات. أما مسألة إصابة آخر الظهر وأسفل الظهر وتؤدي لشلل، لا هذه يعني ما أنا ما شفت هيك تقارير، وشخصيا ما أعتقد أكو هذا لها أي صحة، لأنه هذه يعني ما تتوافق ويا التاريخ المرضي والفكرة المرضية من إصابات الكورونا فيروس. بس الإصابات أكثر تصير في أعلى الجهاز التنفسي، فتصيب منطقة البلعوم ومنطقة تسبب كحة مستمرة، ولكن هي هذه موجودة. يعني احنا ما راح نقدر نفرق بين الأوميكرون والدلتا وحتى الباقي المتحورات من الكورونا عن طريق الأعراض، تبقى مسألة يعني تخمين، ولكنه الوسيلة الوحيدة للتفرقة هي مسألة انه التسلسل الجيني، وهذا ما موجود. المشكلة يعني هنا حتى ذن الفحوصات اللي تصير يتم إرسالها بالتعاون مع مختبرات مختصة في عمان عن طريق منظمة الصحة العالمية. يعني أنا اتصلت مع أحد موظفات منظمة الصحة وقالت إحنا نسويها في خارج القطر، نتيجة أنه عندنا كوادر مدربة بس ما نقدر نسويها، ما عندنا مختبرات تسوي هذا الجينيتيك سيكونسينج هنا. فالنماذج اللي طلعت موجبة هي نتيجة نماذج تم إرسالها بطريقة عشوائية، تأخذ نماذج متعددة ويتم إرسالها إلى عمان ويتم الفحوصات والجينيتيك سيكونسينج ونعرف أنه هذا أوميكرون، فهي موجودة بالمجتمع. هي هاي النقطة، يعني دا يصير انتقال داخل المجتمع، مو مثلا السيطرة عليها ومعرفتها داخل الحدود. هذا السؤال يعني هذا الأمر يجرني إلى أن أسأل الدكتور علي أبو طحين. دكتور علي، فيما يتعلق بما أثاره السيد زمن، هل فعلا يتم إرسال عينات إلى دول خارج العراق لفحصها؟ ربما النظام الصحي في العراق غير متكامل، لا توجد مختبرات جاهزة لفحص مثل هكذا متحورات. يعني هو فحص جزئي موجودة، بعض عندنا يعني فحص أول يثبت وجود الأوميكرون بعض الحالات، لكن فحص تأكيدي، حتى الفحص القطعي الفحص التأكيدي يتم إرساله بعض المختبرات المرجعية خارج العراق. يعني إمكانات العراق يعني الحمد لله تطورت كثيراً، يعني خصوصاً ما يخص الإعداد الجائحة وعدد المختبرات وعدد الفحوصات. مثل ما تعرف بدينا بداية الجائحة كنا نجري باليوم 50-60 PCR، اليوم بالعراق تجرى في بعض الأيام أكثر من 50,000 و60,000 فحص، والأجهزة صارت موجودة في كل محافظة، أكثر من مختبر موجود يعني يقوم بذلك. فالإمكانات تطورت كثيراً وازدادت، لكن لا يعني أن النظام الصحي المتوفر في العراق جميع الأجهزة وجميع الإمكانات. بالتأكيد لدينا نواقص كثيرة، لكن إمكاناتنا حالياً أفضل بكثير عن بدايات الجائحة، وخبراتنا واستعدادات اللي موجودة، خزين الأكسجين، الأدوية، الموقف، اللقاحات، يعني هواية أفضل. ولكن الاحتياط والحذر، ما قد نخسر قيد أقل خسائر. يعني اليوم ما مسجل وفيات أكثر من 24,000 بالعراق، لكن الأعداد الحقيقية بالتأكيد أكبر من ذلك. ما نريد نخسر من أحبابنا وعزائنا أكثر من هذه الأعداد، نريد نقلل خسائرنا كإصابات كوفيات، يعني كمرضى وتعطل دراسة وأعمال مثل ما ذكرت، خسائر كبيرة مادية للمواطنين والحكومة والبلد. أنا أشكرك جزيل الشكر الدكتور علي أبو طحين، عضو فريق تعزيز الصحة في وزارة الصحة، كنت معنا عبر سكايبي من كربلاء، ومعنا أيضا من بغداد كان الدكتور زمن الخفاف الطبيب العام. شكرا جزيلا.